السلام عليكم جماعة، النهاردة ان شاء الله نعمل كوريكشن لأول هومورك في الجيومتري. احنا اشتغلنا المحاضرة اللي فاتت على حاجة اسمها similarity of two polygons، وكلمة polygon معناها any closed shape has four sides three sides، يعني has some sides، بداية من triangle polygon quadrilateral pentagon hexagon وهكذا. طيب، على وجه العموم لو انا قلت كلمة polygon، امتى اتنين polygons are said to be similar؟ if satisfied two conditions، لازم يحققوا لي شرطين اتنين. الشرط الاول the corresponding angles are equal in measure، الشرط الثاني the corresponding sides are proportional. تمام، عايز ازود حاجة صغيرة في الجزئية دي. الratio between the perimeters of two similar polygon، تاني the ratio between two similar polygon، يبقى شرط لازم يكونوا similar، وعاوز اجيب الريشيو ما بين البريمترز، هي هتساوي السكيل فاكتور، هي هتساوي السيميلاريتي ريشيو، هي عبارة عن الريشيو between any two corresponding sides. يبقى الريشيو between البريمترز of two similar polygons equal the ratio between any two corresponding sides. طيب، حاجة كمان، the ratio between areas of two similar polygon equal the ratio between any two corresponding sides ولكن للpower 2. تمام، تعالوا لي هنا كده وبنشوف اول سؤال بيقول لنا ايه. consider two similar polygons a b c d and x y z l. احنا اتفقنا ان في السيميلاريتي لازم البوليجونز يكون اللترز بتاعته تكون مكتوبه in order، بمعنى ان انجل a قصادها انجل x، انجل بي قصادها انجل واي، انجل سي قصادها انجل زد، انجل دي قصادها انجل ال. يعني ايه كلمه قصادها؟ يعني دي الكورسبوندنج بتاعتها، لازم يبقى الكورسبوندنج ليترز دي لازم تكون ايكوال لبعض. بيقول لي هنا which angle in a b c d corresponding to angle y. طيب which angle in a b c d corresponding to angle y؟ قوي انجل واي اللي هي تعتبر تاني لتر هنا، يبقى المفروض ان هي تاني لتر هنا، يبقى المفروض ان هي تعتبر انجل مين؟ انجل بي. طيب تعالوا لي كده في السؤال التاني بيقول لنا ايه. A rectangle that is 15 by 10. يعني ايه كلمة 15 by 10؟ يعني المفترض ان احنا عندنا ال 15 وال 10 دول الدايمنشنز بتاعته بمنتهى البساطة كده، ماشي. وبعدين قال لي is similar to a second rectangle with perimeter 40. حلو قوي. Find the length and the area of the second rectangle. بمنتهى البساطة كده، احنا دلوقتي عندنا 15 وال 10. هو المفروض لو انا عندي rectangle similar to another rectangle بالمنظر ده، عندي الدايمنشنز بتاعت الاولاني عبارة عن 15 وعبارة عن 10. طب ده بكام؟ مش عارف. طب ده بكام؟ مش عارف. طب ايه رأيكم لو سمينا ده X وسمينا ده Y؟ بيقول لي ان البريمتر بتاع السكند ريكتانجل بتساوي 40. هو البريمتر بتاع ده هيبقى عبارة عن مين؟ X زائد X وY زائد Y، يعني عبارة عن 2 وبعدين X بلس الY بتساوي ال 40. يعني معنى كده ان انا عندي X بلس الY بتساوي 20 divided by 2 هيدلنا 20. الله، يعني x plus y equal 20؟ قال لي equal 20. طيب ما دام عندي x plus y equal 20، يبقى معنى كده ان ال x بتاعتنا هتساوي ادي 20 minus ال y. حلو قوي. المفروض ان corresponding sides are proportional. يعني لو انا دلوقتي عملت دلوقتي 15 over ال x، لازم هتساوي ال 10 over الواي. طب انا عندي اتنين unknowns. لا، انا عندي unknown واحد بس. يعني لو كتبت 15 over الاكس هتساوي ادي 10 over الواي. طب ما تيجي نعوض عن قيمة الواي اللي عندنا قدامنا. هي المفروض ان احنا عندنا دلوقتي الاكس بتساوي 20 minus y. طب ما تخلي دي y زي ما هي ونعوض عن قيمة الاكس ب 20 minus y. ادي 20 minus y. اصبح دلوقتي عندي ما عنديش غير unknown واحد بس. لو عملت cross multiplication بينهم ايه اللي يحصل؟ ده times ده هيدلنا 15 y بتساوي
ده تايمز ده 10 تايمز 20 يدينا 200 ماينس 10 تايمز واي يدينا 10 واي. ده لو وديته الناحية التانية هيروح بالبلس، يبقى 15 بلس 10 يدينا 25 واي إيكوال 200. يعني therefore إن الواي بتاعت حضراتكم هتساوي 200 divided by 25 هيدلنا الـ 8. إذن مدام عندي دلوقتي الـ y بتساوي 8 وعندي الـ x عبارة عن 20 minus y، يعني 20 minus 8 يدلنا كام؟ يدلنا 12. طب ما الموضوع منتهي. إذن اللينث عندنا بتاع الريكتانجل التاني بـ 12، وكمان كان عاوز منها الـ area اللي هو هعمل 8 times 12 هيدلنا 96. يبقى الـ choice بتاعنا هيبقى رقم C مش هيبقى رقم الـ B، لأن هو عاوز الـ length مش عاوز الـ width. الـ length عندنا اللي هو المفروض يبقى أكبر من الـ width، الموضوع كده منتهي. طيب ندخل على رقم 3 ونشوف بيقول لنا إيه. Is polygon ABCD similar to polygon GFEX؟ تعال نشوف. مبدئيا كده بالنسبة لده أنا شايفه إن هو parallelogram. مادام هو parallelogram دي 110 يبقى المفترض ان احنا عندنا دي هتساوي 70 على اساس يبقى مجموعهم ب 180. طب parallelogram ده 70 يبقى ده كمان بيساوي 70. طب ده ب 110 يبقى ده كمان ب 110. كويس، تعالوا لي هنا. طب ما ده برضو parallelogram، دي 70 يبقى دي 110. طب دي 70 يبقى دي كمان 70، يبقى دي بتساوي 110. جماعه انا شايف ان الكورسبوندنج انجلز ار ايكوال الماجر. طب عايزين نشوف السايدز. السايد ده ب 26، طب ما السايد ده برضو ب 26. السايد ده ب 23 يبقى ده كمان ب 23. طب انا عندي ده ب 11.5 يبقى عندي 11.5. ده ب 13 يبقى ده كمان ب 13. طب ايه رايكم ان انا عندي دلوقتي الدايمنشنز كمان بروبورشنال؟ يعني لو عملت 26 over 13 هيطلع ب 2، لو عملت 23 divided by 11.5 برضو هيطلع ب 2. يبقى الـ corresponding angles are equal and measure and the corresponding sides are proportional. إذن they are similar to each other. طيب question رقم 4 بيقول لنا إيه؟ given that إيه؟ قال لي إن الـ ABCD اللي هو ده similar already لل polygon ده. Determine the length of the GH. GH يبقى هو عاوز ده. جماعة أنا ممكن أشتغلها أورال عادي جدا. هما مادام هما الاتنين similar to each other يبقى المفروض إن السايد ده over السايد ده هيساوي السايد ده over السايد ده. ممكن أعملها mental على طول. إزاي؟ هي 32 بتشكل قد إيه بالنسبة لـ 96؟ هو لو عملت 32 divided by 96 هيطلع بـ 1 over 3. اذا الريشيو بين ده لده لطول السايد ده لطول السايد ده 1 to 3. طب ما هيبقى برضو ده عبارة عن 1 to 3، يبقى معنى كده ده هيساوي كام؟ هيساوي 105. طب لو انا مش عارف اعملها منتل نعمل ايه؟ بمنتهى البساطة اخد سايد من هنا اوفر الكورسبوندينج بتاعه. انت محتاج ايه؟ انا محتاج الجي اتش. ادي الجي اتش، مين الكورسبوندينج بتاعه؟ اللي هو الدي سي which is كام؟ 35. سايد من هنا اللي هو 96 اوفر الكورسبوندنج بتاعه اللي هو كام؟ اللي هو 32. يبقى معنى كده ان الجي اتش ايكوال ده تايمز ده اوفر ده، يبقى 96 تايمز 35 ديفايدد باي 32، يعني الكلام ايكوال ل 105 سنتيمتر والموضوع بينتهي. رقم 5 درس جميل ولذيذ ومفهوش اي مشاكل. جماعة بيقول لي هنا ايه؟ ABCD ماله similar لل X و ZY XL. طب بالراحة كده انجل A قصادها انجل Z وانجل B قصادها انجل Y وانجل C قصادها انجل X وانجل دي قصادها انجل ال. كده مكتوبين ان اوردر مظبوط. عايز ايه؟ قال لي ان ذا بريمتر اوف الاي بي سي دي، البريمتر ده اللي هو عباره عن 177. كالكوليت ذا سكيل فاكتور اوف سيميلاريتي زد
واي اكس ال تو اي بي سي دي، عاوز السكيل فاكتور. ما دام هو كاتب ده لده يبقى المفروض ان انا هاخد سايد من هنا اوفر سايد من هنا مش العكس. هو عاوز السكيل فاكتور مين لمين، من ده لده، يبقى هاخد سايد من هنا اوفر سايد من هنا مش العكس. ايه المتاح بالنسبه لي؟ الزد واي. يبقى لو عملت الزد واي اوفر الاي بي هيساوي الزد واي ب 23، الاي بي ايكوال 46. يعني الكلام بتاعنا ده از سمبلست فورم ايكوال 1 اوفر 2. مين ده؟ قال لي ده السكيل فاكتور من ده لده. حلو قوي. اند ذا بريمتر اوف زد واي اكس ال. طب عايز اقول لكم على حاجه، كلمه بريمتر بتاعه الزد واي اكس ال اوفر بريمتر بتاعه الاي بي سي دي ايكوال، ايكوال لمين؟ قال لي ايكوال السكيل فاكتور، ايكوال السكيل فاكتور ايكوال لاني تو كورسبوندينج سايدز وبس. يعني ايكوال للزد واي اوفر الاي بي، او الواي اكس اوفر البي سي، او الاكس ال اوفر السي دي، او الزد ال اوفر الاي دي، ايكوال السكيل فاكتور اللي احنا مطلعينها اللي هي عباره عن كام يا جماعه؟ 1 اوفر 2. الله، طب ما احنا وي هاف اوريدي البريمتر بتاع الاي بي سي دي، يبقى البريمتر بتاع الزد واي اكس ال اوفر 177 ايكوال 1 اوفر 2. اذا البريمتر بتاع الزد واي اكس ال ايكوال ده تايمز ده اوفر ده، يعني ايكوال 177 ديفايدد باي ال 2 يطلع 88.5 سنتيمتر والموضوع بينتهي. يبقى زي ما احنا قلنا في اول الحصه النهارده، لو انا حبيت اجيب الريشيو بتوين البريمترز اوف تو سيميلر بوليجونز يبقى ايكوال ذا ريشيو بتوين اني تو كورسبوندينج سايدز، اللي هي عباره عن السكيل فاكتور، اللي هي عباره عن السيميلاريتي ريشيو. تمام تمام. تعالوا لي كده في رقم 6 ونشوف بيقول لنا ايه. given that ان ال A B C D اللي هو ده is similar to X Y Z L and the perimeter of ال A B C D اللي هو ده بيساوي كام؟ قال لي 66.2. calculate the perimeter of X Y Z L. X Y Z L عاوز ال perimeter بتاعه بيساوي كام؟ طب احنا اتفقنا مع بعض ان ال perimeter او الريشيو بتوين البريمترز اوف تو سيميلر بوليجونز عباره عن السكيل فاكتور. طب هو السكيل فاكتور عباره عن مين؟ تعال نشوف كده. السكيل فاكتور ايكوال ذا ريشيو بتوين اني تو كورسبوندينج سايدز. كلمه ريشيو بتوين اني تو كورسبوندينج سايدز يبقى اي سايد اوفر الكورسبوندينج بتاعه. طب انا عندي ده ب 16، عندي ده ب 10، يبقى المفروض ان السكيل فاكتور بتاعتنا عباره عن 16 over ال 10، يعني as a simplest form عباره عن 8 over ال 5. طيب يبقى معنى كده لو حبيت اقول كلمه parameter بتاعه ال A B C D over ال parameter بتاعه ال X Y Z L equal. انا خدت البريمتر ده اوفر البريمتر ده، يبقى ايكوال اي سايد من هنا اوفر اي سايد من هنا، او ايكوال للسكيل فاكتور اللي هي بتساوي 8 اوفر 5. ادي كلمه 8 اوفر 5. طب اساسا الاي بي سي دي ب 66.2، يبقى لو كتبت 66.2 ديفايدد باي ادي اكس واي زد ال هتساوي 8 على الخمسة. يبقى معنى كده ان البريمتر اللي انا عايزه ده تايمز ده اوفر ده يطلع بكام؟ 41.38 والموضوع بينتهي. موضوع بسيط ما فيهوش اي مشاكل. يبقى حبيت اجيب بريمتر او الريشيو بتوين بريمترز اوف تو سيميلر بوليجونز ايكوال للسكيل فاكتور، بس اخلي بالي من الترتيب مين اوفر مين. ناخد بالنا من اللقطه دي. رقم 7. given that the similarity ratio of polygon ABCD to polygon EFGH is 5 over 4. حلو قوي.
دي السيميلاريتي ريشيو ما بين ده لده. And the similarity ratio of polygon XYZL to polygon EFGH equal 7 to 6. بقول لكم ايه؟ هو دلوقتي لما اجي اقول كلمة A B C D 2 similarity ratio بتاعت ال A B C D للبوليجن E F G H ادي E F G H زي ما كنا بنعملها واحنا صغيرين كده. الريشيو دي كام لكام؟ قال لي 5 to 4 تمام. وبعدين بيقول لي ايه؟ And the similarity ratio of polygon XYZL to polygon EFGH. طب لو انا كتبت دلوقتي XYZL لمين؟ للبولجن EFGH. مين اللي مكتوب الاول؟ ده اللي مكتوب الاول وبعدين ده مكتوب بعد كده. طب يعني الريشيو اللي هيديها لي هتبقى ده لده. طب كام لكام؟ قال لي 7 to 6. حلو قوي قوي الكلام ده. عايز مني ايه؟ Find the similarity ratio of polygon ABCD اللي هو ده to polygon XYZL اللي هو ده. عندنا حاجة من الاتنين، لو انا عاوز الريشيو دي يبقى معنى كده هعمل ده تايمز ده اوفر ده، لو انا عاوز الريشيو دي يبقى هعمل ده تايمز ده اوفر ده. هو طالب مني ال ABCD لل XYZL يبقى انا محتاج الريشيو دي، يبقى معنى كده ان الريشيو ديت اقدر اجيبها ازاي؟ خد بالك 5 تايمز 6 ايكوال 30 ديفايدد باي 4 ايكوال 7.5. طيب يبقى معنى كده ان الريشيو ما بين ال ABCD ادي 7.5 لل XYZL اللي هي 7، عايز احطها في السمبلست فورم تطلع بكام؟ ب 15 اوفر ال 14. يعني لو عملت ده تايمز 2 عشان هتضيع الديسمال ده او اضيع البوينت دي، لو عملتها تايمز 2 يبقى 15، لو عملتها تايمز 2 يبقى 14، يبقى عندنا 15 اوفر 14 which choice رقم مين؟ رقم بي. تمام. رقم 8 نشوف بتقول لنا ايه. Given that ان ال ABCD ABCD EF GH determine the value of X، عايز الفاليو بتاعت الإكس اللي هي دي. تمام. هو since ان هما المفروض ان هما similar يبقى الكورسبوندينج سايدز ار بروبورشنال، بمعنى ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، او ده اوفر ده ايكوال ده اوفر ده، اي حاجه تعجبني. لو كتبت 0.3 وبعدين ماينس الاكس ديفايدد باي 3.5 0.3 ماينس اكس ديفايد باي 3.5، الكلام ده بيساوي 9.6 ديفايدد باي 3.2. يبقى معنى كده ده كده على بعضه اللي هو 0.3 ماينس الاكس ايكوال ده تايمز ده اوفر ده. واحده واحده هيبقى عبارة عن 3.5 times 9.6 divided by 3.2 يبقى equal to 10.5. ده اللي هو 0.3 minus ال x. بمنتهى البساطة كده أنا لو وديت ال negative x دي الناحية التانية هتروح بالبوستف. طب ما هو 10.5 لو جبتها الناحية دي هتيجي بالنيجاتيف، عادي جدا. طيب خلي النيجاتيف x في مكانها علشان ما تتلخبطش مني. هيبقى عندنا ادي 10.5 ماينس 0.3. واحدة واحدة كده 10.5 ماينس 0.3 المفروض الكلام ده ايكوال ل 10.2، ولكن ده بالبوستيف وديت بالنيجاتيف، يبقى معنى كده ان الاكس بتاعتنا ايكوال لنيجاتيف 10.2. يا مستر نعم، ده الاكس طلعت بالنيجاتيف وده ما ينفعش بالطول. لا ده عادي جدا جدا، ما انا عندي هنا الاكس بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف ايكوال بوستيف، اذا السايد ده طوله بوزيتيف يبقى انا شغال مظبوط مش شغال غلط. دي لازم الاكس تطلع بالنيجاتيف على اساس يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف يدلنا عدد بالبوزيتيف. ندخل على رقم 9 ونشوف بتقول لنا ايه.
given that ان ال ABCD ونشوف الترتيبة بالقعدة بتاعتهم كده ABCD وبعدين ZYXL تمام زي ما هم قاعدين. بيقول لي find the value of X قوي قوي. برضو نفس القصة لو عملت 15 plus 2X divided by 246.2 الكلام ده equal 75 over 150. يبقى معنى كده ادي 15 plus 2X equal هعمل ده times ده over ده يبقى 75 times 246.2 divided by 150. يبقى معنى كده 15 plus 2x احسب الحسبة بتاعت دي اشوفها بكام 123.1. يبقى معنى كده ان ال 2x equal ال 15 حوديها الناحية التانية بالماينس هيدلنا 108.1. طب يبقى معنى كده ان الاكس بتاعتنا ايكوال هاخد الرقم ده divided by ال 2 يدلنا 54.05 وتبقى هي دي الاجابه بتاعتي ان الاكس بتاعتنا ايكوال 54.05 وانتهت المساله. درس لذيذ جدا ما فيهوش مشاكل وريليتد بحسابات بتاعه زمان فالدنيا اي ثينك ان هي كويس. رقم 10 يا جماعه بيقول لنا هنا ايه given that برضو ان احنا عندنا فيه similarity. تمام تمام خد بالك بس معايا شويه كده مين بيساوي مين الاي قصادها زد. تمام يبقى معنى كده ان الاي على طول ب 105 خد بالك. طب البي قصادها واي يبقى معنى كده ان الرقم ده عباره عن 109 وايه كمان والسي المفروض ان هي قصادها اكس يبقى المفروض ان السي ب 85. طب ما خلاص ما الدنيا كويسه انا مش عايز حاجه من هنا لان هو عاوز الاكس اللي هي دي. هو المفروض مجموع الانجلز دي كلها ب 360 يبقى معنى كده ان العدد بتاعي ده عبارة عن 15 و plus 2x equal 360 minus وافتح براكت ده وده وده اللي هو 85 وبعدين plus 109 وبعدين plus 105 ونقفل. الليلة دي كلها كده لما اجي احسبها تطلع ب 61. طب ال 15 دي هوديها الناحية التانية بالماينس يبقى ال 2x equal 61 minus 15 يدلنا 46. طب العدد ده بالتايمز هيروح بالديفايدد يبقى ال x بتاعتنا 46 divided by 2 يدلنا 23 والقصة انتهت خلاص. جماعة conclusion عام للموضوع البسيط اللي احنا درسناه كل اللي احنا اخدناه حاجة اسمها similarity polygons. كلمة polygon أنا مش بختص شيب معين لا أنا على وجه العموم إمتى اتنين polygons are said to be similar if satisfy two conditions corresponding angles are equal and measure corresponding sides are proportional. والمفروض إن كلمة corresponding sides are proportional دي بسميها scale factor بس من مين لمين والترتيب في similarity مهم. حاجة جديدة ان انا لو حبيت اجيب الريشيو between parameters of two similar polygon هي هي السكيل فاكتور هي هي عبارة عن الريشيو between any two corresponding sides. حاجة رابعة ايه هي ان لو حبيت اجيب الريشيو between areas of two similar polygons عبارة عن السكيل فاكتور power 2 يعني let's say ان السكيل فاكتور ب 1 over 2 يبقى الريشيو between ال areas of two similar polygons عبارة عن 1 over 2 power 2 يعني equal quarter 1 power 2 ب 1 و 2 power 2 equal لل 4 يبقى 1 over 4 هي الريشيو between their areas لكن البريمتر هو ال scale factor بس يبقى ratio between the parameters scale factor ratio between their areas ال scale factor بعملها لل power 2 all لل power 2 والموضوع منتهي. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله المحاضرة الجاية. السلام عليكم.